ودع الشعب المصري عام 2012 وهو يحاكم رئيسا واحدا ويبحث عن إقامة نظام جديد، فإذا به يودع عام 2013 وهو يحاكم رئيسين ويفاضل بين دستورين وما زال يبحث عن إقامة نظامه الجديد. بدا العام ساخنا منذ بدايته باحتجاجات اندلعت مع ذكرى ثورة يناير بين قوات الأمن، ومتظاهرين رأوا أن نظام مرسي لم ينجح في تحقيق أهداف الثورة. استمر الغضب المصحوب بالعنف، ودشن التمرد في 26 أبريل حملتها لجمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس. هذه الحملة اللي احنا بنعلنها النهاردة أنها سحبت الثقة من محمد مرسي، ويعتبر شباب هذه الحملة ومؤسسيها محمد مرسي رئيساً غير شرعي للبلاد. لم تكن سيناء هي الأخرى بعيدة عن الأحداث. اختطفت جماعة جهادية عدداً من جنود الجيش والشرطة في 16 مايو. يا رئيس الحانة يا رئيس الحانة يا رئيس الحانة يا رئيس، احنا بنموت وصعدنا مستحملين. بعد 6 أيام أفرج عن الجنود، وشككت المعارضة في وجود صفقة أبرمها مرسي مع الخاطفين بخطة متناهية الدقة، الحرص فيها على الأرواح، على أولادنا. بقدوم يونيو كان الحشد هو العنوان. في مواجهة تمرد ظهر التجرد لدعم مرسي، وسبقت القوى الإسلامية مظاهرات معارضيها بالنزول إلى الشارع في 28 من الشهر نفسه. نزل الملايين إلى الشارع في 30 يونيو، وبدأ أن معارضي مرسي قد حسموا أمرهم. عاد هتاف الشعب يريد إسقاط النظام. في 3 يوليو تحول مرسي إلى رئيس معزول فعليا، وأعلن وزير الدفاع خطة خريطة طريق. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة. رد أنصار مرسي بالإعلان عن الاعتصام في أماكنهم حتى عودته للحكم. 47 يوما قضاها أنصاره في اعتصامهم برابعة العدوية والنهضة، ومع فجر 14 أغسطس بدأت قوى الأمن عملية فض الاعتصامين، مخلفة وراءها مئات الضحايا من القتلى والمصابين. في 23 سبتمبر عادت الجماعة لتحمل لقب المحظورة من جديد بحكم قضائي حظر أنشطتها وصادر أموالها. أزر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين. وفي 25 ديسمبر أعلنت الجماعة جماعة إرهابية بعد تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة. قرر مجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا. أقلقت الأحداث في مصر الولايات المتحدة، وأعلنت واشنطن للمرة الأولى منذ عام 79 وقف جانب من مساعداتها للقاهرة، وردت القاهرة بلقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين روس. بدأ أن القضية التي سميت يوما بقضية القرن قد خفتت عنها الأضواء. أخلي سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، وتقرر إعادة محاكمته، وتم تأجيلها للحادي عشر من يناير 2014. بينما كان مبارك يخطو خارج القفص، كان مرسي يخطو إليه في 4 نوفمبر بتهم تتباين بين التحريض على العنف وصولاً إلى التخابر مع منظمات أجنبية. وحلول 1 ديسمبر قدمت لجنة 50 لتعديل الدستور التي شكلت في 1 سبتمبر مشروعها إلى الرئيس المؤقت. تحدد منتصف يناير 2014 موعداً للاستفتاء الشعبي عليه. في عام جديد لا يعلم المصريون ماذا قد يحمل لهم في جعبته. عمرو جميل، BBC، القاهرة.